اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه التلفزيون المصري من ماسبيرو، وحلقه جديده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مختلفه، نقدر نقول من المطبخ المصري، من المطبخ العربي. مفيش حد يستغنى عن طاجن باميه باللحمه الضاني. لحمه ضاني وباميه بتحسوا الاثنين في ولفه، اما الباميه من غير اللحمه الضاني تحس ان هي يتيمه شويه. معانا باميه مصريه من ارض طيبه مقطوفه وجاهزه، هنعملها النهارده مع لحمه ضاني مع بصل كويزات، ده الجديد. والطشة المصرية الجميلة بالكزبرة الخضراء والتومة، أنا عاشق ليها مع عصرة ليمون وقت التقديم. ده النظري للطاجن البامية. العمل اللي هنشوفه بالتأكيد فيه تركية لعمل طاجن بامية باللحمة الضاني. النهاردة كمان هنقدم معها رز بالشعرية، هو ده عدلها، البعض بيأكل معها رز أبيض أو رز بالشعرية. معانا كمان الحلو النهاردة عجينة الكريب النهاردة بناء على رغبة حضراتكم، هنعملها مقلية مع الفراولة أو مع صوص الشوكولاتة. الفراولة معانا هنا مصرية لطيفة وجميلة، طبعا بشايرها حلوة، نقدر نعملها مربى دلوقتي، نعملها صوصات لطيفة وحلوة. شوف هنعملها ازاي مع عجينة الكريب المقرمشة. معانا كمان سلطة لطيفة للجهاز الهضمي بالذات، سلطة الزبادي بالخس والبصل الأخضر. مش هناخد البصل الاخضر كله، هناخد عروق البصل الاخضر مع الخس البلدي، الاثنين هيتفرموا مع بعض، عصره ليمون، رشه زيت زيتون، فص ثوم مع زبادي. الطبق ده مهم جدا، قيمته الغذائيه عاليه جدا، مضادات للاكسده، قوي المناعه، كمان مفيد للجهاز الهضمي وسريع الهضم. حلقه النهارده فيها تفاصيل كتيره، معلومه غير معلومه، فيها كمان تقفوا في المطبخ ازاي تكسبي كل دقيقه وكل ثانيه انت واقفه فيها بشويه ميه وشويه شوربه بيغلوا عندك، تقدري انك انت تسهلي على نفسك وقفتك في المطبخ وما تقفيش في المطبخ كتير، لان عندنا التزامات تانية، بتذاكر لاولادنا، جوز راجع من الشغل لازم اهتم بيه، ورايا شغل في البيت، فمش كل وقتي في المطبخ. هنشوف التفاصيل دي كلها ان شاء الله في الحلقه النهارده، عشان كده بقول لحضراتكم اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. طيب احنا نشوف مع بعض مقادير طبق رز بالشعريه عدل طاجن الباميه باللحمه الضاني. هتقول لي يا شيف مغازي يعني احنا ما بنعرفش نعمل رز والله العظيم شفت اكبر شيفات واروح فنادق واروح مطاعم تلاقي الرز بالشعريه حبه مستويه وحبه مش مستويه، حبه فيها العرق بتاع الرز اللي يقرش تحت اسناني كده، وحبه تلاقيها مستويه جامد، تلاقي الشعريه لونين، حاجه كده بتزعل. ولكن ازاي تعمل الرز بالشعريه تبقى الشعريه كلها لون واحد والرز كله مستوي في قلب الطبق؟ دي ليه تركايه كده وهنشوفها مع بعض. ولكن مهم جدا ان انا احمر الشعريه مع حبهان، مع الحبهان اللي هو الورق لورو اهو، والشعريه خدت لون. طبعا اختصارا للوقت علشان نكسب وقتنا، الاساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري واستاذنا المخرج هنخش لتفاصيل تحمير الشعريه اهو بالكرين جوه. ما تخافش، شعريه لونها حلو، انا من الناس اللي بيعشقوا ريحة الشعرية وهي بتتحمر، وقت اللحظة اللي بنحط عليها المية المغلية. طب جربوا كده حمار الشعرية وتكون عندك مية بتغلى أو شوربة وسقطيها على الشعرية وبتتحمر. يا نغشيشو بجد والله العظيم بتطلع في النافوخ الريحة بتاعت الشعرية وبتتحمر. زي ريحة الطشة كده بتاعت الملوخية، تلاقي بقى اللي طالع على السلم واللي في المنور شام إنك بتعملي رز بشعرية. تدخلي أوضة اللبس أو أوضة الملابس أوضة النوم تلاقي ريحة الشعرية. الشعريه انا متحمره جاهزه زي الفل، معانا رز مصري زي الفل. نعم يا غالي، لا ما ينفعش. بيقول لي ينفع نستخدم الرز البسمتي بدل الرز المصري مع الشعريه؟ لا. وشاهد على الكلام ده واماره الطبق الكشري المصري بتاعنا. احنا مالناش دعوه بقى اصله هندي اصله برازيلي يوغوسلافي، انا ماليش دعوه. الطبق الكشري مش كشري الا لما يتعمل من ايد مصريه برز مصري، يكفي ان هو بيتعمل برز مصري. نقول بقى من اي مكان، من جزر القمر، من اي مكان، هو مصري لانه بيتعمل برز مصري. زي السوشي كده في اليمن، السوشي تلاقوه في اليمنيين يفطروا بيه، يتغدوا بيه، يتعشوا بيه، بيتعمل بايه؟ حد يقول لي حد شاف سوشي بيتعمل برز بسمتي؟ بيتعمل برز مصري، هو كده. عشان كده اليمنيين تحيه كبيره ويقولوا تحيه يا مصر للرز المصري، بيفطروا بيه، بيتغدوا بيه، بيتعشوا بيه، السوشي بتاعنا اللي هو الرز المصري. هنطلع فاصل صغير مع تقليب الشعريه بتاعتنا، ميه بتغلي على النار، هنحطها امتى؟ بعد ما ينسجموا الاثنين مع بعض. ومعانا باميه بتتحمر في الزيت، ما تخافش يا شفيق، اشيلها عشان انت تشوفها. ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل، اوعوا تروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف،
مطلوب مني أعرف عيار الرز بالشعرية. دايما يقول لك كوباية رز بتاخد كوباية وربع مية. أنا من يوم ما عرفتوني وأنا مش بشتغل مقادير على الشاشة، اتعلمت كده، وأم الله يرحمها اتعلمت منها كده بركة، وأكلة أمي ماشية على البركة، لا بتعرف تقول لك ربع معلقة فلفل ولا معلقة ملح، هي كده بركة، وإحنا شغالين بالبركة. أهي حلو البامية، أهي أهي البامية بتغلي، حلو أهو حلو الكلام؟ أه. فأنا الرز بالشعرية عندي حمرته والاتنين مع بعض وتعرفوا على بعض، وفلفلت الرز مع الشعرية وفلفلت الشعرية مع الرز. أه أه نجيب من تحت زي فوق. أه أه حبة فوق حبة تحت. أه ورق اللورو يتناغم، الحبهان يتناغم اللي هو الهيل، عشان اخواننا في الخليج تحية كبيرة ليهم. اهو ننزل بالمية المغلية. انا لو انا شغال في المطبخ يعني او في البيت بعمل احط مية كده يعني، بس خلال بالمغرفة لغاية لما مخرجنا بقى يقول لي كفاية. اهو شفيق ما قلتليش يعني كفاية مية. بص ما لازم الحتة دي لازم طبعا الكلام الحلو خطفني، بس برضو يظبط العيار المية. عموما شعرية ورز الاتنين مع بعض عيار المية دي يا شيف لازم تكون نار شديدة، المية بتغلي عشان تظبط العيار، ما تحطليش مية ساعة وتقولي الشيف قال كده. مية بتغلي والرز والشعرية متحمرين، المية دي يا شيف على وش الرز هي كده بسواه وعلى مسؤولية تانية. اهو اهو الكاميرا وفرسان التلفزيون المصري بكبكة اشتغلت. مش هقصر النار على الرز الا لما يغلي، والمثل الشعبي يقول لك واجدادنا قالوا اتقل على الرز لما يستوي. حلو، هي الكلمه دي بتتقال مش على الرز يعني، يقول لك لما تكون قاعد في قعده حلوه مع ناس كبار بيفهمهم وبيقولوا كلام حلو وبتسمع كلام، اتقل في القعده تقوم تسمع وتتعلم، عشان كده يقول لك اتقل على الرز لما يستوي، اتقل في القعده لغايه لما تسمع للاخر. اه الرز خلاص هنغطيه، نغطي الرز نغطيه، نهدي النار على الرز نهدي. اه نيجي للرز بالشعريه بتاعنا، ايه الجمال والحلاوه ده. اه ام الله يرحمها كانت تعمل ايه بقى بعد الرز ما يستوي كده وتقلبه؟ كان سر عجيب سبحان الله. تعمل ايه؟ اصبروا معايا دقيقه بس، دقيقه واحده دقيقه واحده. انا بجيب اللي تحت فوق كده اهو اهو رز بالشعريه اهو اه. اعمل بقى الحركه اللي كانت بتعملها الحاجه الف رحمه عليها وعلى موتانا جميعا وكل امهاتنا، كانت تعمل ايه يا شيف؟ واللي قاعد بيشوفني دلوقتي هيفتكر الكلام ده، معلقه سمنه بلدي بلدي مش موجوده دلوقتي مش لاقيها، تتحط على وش الرز ونقفل الحله ونسيبها ما تتقلبش. ما قلبتهاش ليه يا امي؟ اسكت يا واد انت تاكل وخلاص مش فاهمها كده، ما كانتش تعرف ان انا هطلع شيف شاطر الناس يدعوا لي على الشاشه. حاضر، انا عايز اشوف الرز السمنه راحت فين. لا هنفتح الحله، اذا لقيت السمنه هقدم استقالتي في المطبخ. ما لقيناش الساميه ما لقيناش السمنه هنكمل مع بعض. ايه رايكم يا شباب؟ نفتح؟ والله العظيم ما كشفت، انا ونصيبي بقى، ليا نصيب اكمل هكمل، ماليش نصيب اكمل وهكذا. اهو فين السمنه؟ فين السمنه؟ اه ساحت، راحت مطرح ما راحت. كل القصه ان انا هقلبها مع الرز دلوقتي. اه راحت، بيبقى لها شماخه كده، طعم السمنه بيتن في الرز للاخر. اه 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 لا دي مكان القشطه، ما دي سمنه بلد. اه السمنه فين؟ اه 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 جيب لي التفاصيل دي والنبي الله يبارك لك، عشان انا وعدت. اه اه شويه السمنه في قلب الرز. اه شمي بقى ريحه السمنه كده، هو ده. عكس ما انك تحمري الرز والشعريه في سمنه، دي بيختلف الموضوع هنا. اه 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 بس لازم رز مصري. اه ما ينفعش رز بسمتي يا شفيق زي ما قلت، ما تزعلنيش منك. رز بشعريه يعني رز مصري. سوشي في اليابان والتكنولوجيا اللي عايشين فيها والابهارات اللي بتبهر العالم اللي عايشين فيها من ورا الرز المصري. اه والكربوهيدرات بتاعت الرز المصري. اه 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 حلو قوي. نغطي الحله بتاعتي، ده خلصنا من الرز. اه يلا نغرف الرز بالشعريه. حاضر نغرف الرز بالشعريه، انا بسمع الكلام. حاضر انا عايز احمر حلو هنا، غيروا لنا الزيت الشباب في الفاصل الحمد لله، زيت جديد طبعا. طالما هنعمل حلو لازم، ما ينفعش الزيت اللي بتقلي فيه البطاطس تعملي فيه حلو خالص. اه اللهم صل على النبي. رز مفلفل، شويه رز بالشعريه، عدل طاجن الباميه باللحمه الضاني. الله ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الجمال ده يا شيف. بعلات السمنه البلدي هي السر في القصه، تحمير الشعريه مع شويه حبهان. الله انا بعشق الرز بالشعريه، المدام بتعمله لي الشعريه اكتر من الرز كده. اهو
لا المخرج النهارده بيبدع ابداع، ما في عمل ده واجبه، وفي واحد يقول لك ده شغلي، في واحد يقول لك والله عملت اللي عليا، في واحد بيوصل لمرحله الابداع بقى اللي هو بقى يعني عايز يوصل يقعد مع النجوم فوق والقمر كده، يقول لك انا مبدع النهارده. زي مين؟ زي المخرج الهيل. الجو ده حلو قوي. هرم 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 هرم. والهرم بيتكلم ايه؟ بيتكلم مصر. برز مصري بالشعريه. تعالوا مع بعض نقدمه كده مع عود نعناع اخضر حلو. ده الطبيعي. اي برزنتيشن، اي حركه كده في الطبق بتقول ان انا عندي ذوق في التقديم. وده مطلوب منك يعني. بس ما عملتش حاجه والله، ما عملتش حاجه خالص. نقدمه كده مع الفراوله؟ لا. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من مس بيرو. We'll be right back.